النهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن وكالعادة خلونا الأول نبتدي بالأخبار اللي حصلت امبارح، واللي منها نفي الحكومة للشائعات اللي ترددت بخصوص وقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل بسبب نقص المخصصات المالية. صحيح، وامبارح أيضا الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد مناقشة البحث الرئيسي لهيئة البحوث العسكرية. كمان أيضا تم عقد الاجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية القطرية المشتركة. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها إن الحكومة أكدت عدم صحة الشائعات اللي ترددت بخصوص وقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل بسبب نقص المخصصات المالية. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد على استمرار استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل دون أي توقف، وتم استكمال المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة واللي شملت 6 محافظات هي بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان والسويس، وده خلال 3 سنوات من انطلاقها في نوفمبر 2019. وهيتم البدء في محافظات المرحلة الثانية للمنظومة مع بداية العام المالي الجديد، على أن يستمر التطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظات تباعاً لتشمل التغطية الصحية الشاملة كافة محافظات الجمهورية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد البحث الرئيسي لهيئة البحوث العسكرية بعنوان الاستراتيجية الوطنية لتنمية القوى الشاملة للدولة في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية لصيانة الأمن القومي. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية أيضاً على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى بالفريق ركن سالم بن حمد العقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً، وترأس رئيس الأركان الجلسة الختامية للاجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية القطرية المشتركة مع التوقيع على محضر اللجنة بحضور عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. امبارح قررت وزارة الداخلية منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين خلال شهر رمضان المعظم على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، وده بيأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة ليهم لمشاركة ذويهم مختلف المناسبات. في جولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات اللي حصلت امبارح، كان منها افتتاح 10 معارض لمعرض أهلاً رمضان، وده كان في قرى كفر الدوار في محافظة البحيرة. كان منها أيضاً انطلاق حملة لمكافحة سوسة وآفات النخيل في مدينة سيوة بمرسى مطروح. امبارح كمان يا مصطفى كان في انه تم تسليم عقود المنتفعين ب 31 وحدة بالمجمع الصناعي في أسوان، والكشف الطبي على 323 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية، وده ضمن المبادرة الرئاسية في المنوفية. كمان أخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من أسوان اللي تم فيها تسليم عقود 31 وحدة بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة للشباب المنتفعين ضمن 308 وحدة وورش حرفية تم طرحها مؤخراً. في القليوبية تم افتتاح مجمع النيابات الإدارية بمجمع مواقف مدينة بنها، المجمع الجديد بيأتي ضمن خطة التحول الرقمي وتسهيل الخدمات القضائية، وتم تطويره بتكلفة إجمالية 2.1 مليون جنيه من قبل هيئة النيابة الإدارية. في الغربية أكدت مديرية الطب البيطري إن إجمالي ما تم تحصينه 156 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وده خلال الحملة القومية الأولى لعام 2023. في البحيرة افتتحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار 10 معارض ومنافذ أهلاً رمضان بقرى كفر الدوار بالإضافة للمعرض الرئيسي بالمدينة واللي تم افتتاحه خلال الفترة الماضية. في مطروح عقدت اللجنة المشكلة لبحث سبل مكافحة سوسة وآفات النخيل اجتماعها بسيوة، وتم استعراض سبل المكافحة وطرق توعية المزارعين بخطورة السوسة والوقاية منها مع أهمية الحفاظ على التمور السيوية خالية من المبيدات.
في جامعة سوهاج انطلقت قافلة تنموية شاملة لقرية تونس، إحدى القرى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة، لتقديم خدماتها الشاملة الطبية والتوعوية والثقافية، وتهدف أيضاً لفحص وعلاج المرضى ونشر الوعي من خلال الندوات والمحاضرات التثقيفية. في الأقصر شهدت المحافظة إقبال كبير على رحلات البالون الطائر للاستمتاع برحلة المغامرة الساحرة للتحليق في سماء البر الغربي، وحلقت امبارح 48 رحلة بالون طائر أقلت على متنها 1100 سائح من حول العالم. في الشرقية تم افتتاح معرض أهلاً رمضان في مدينة العاشر من رمضان، وبيشمل جميع المنتجات الغذائية بأسعار أقل من مثيلتها في الأسواق. في المنوفية تم توقيع الكشف الطبي على 323 ألف حالة بين طلاب مدارس الابتدائية على مستوى المحافظة، وده ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية الأنيميا لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية.